Thank you for all the parents for coming today to check the performance of their children at the end of the academic year. I hope that everybody got satisfied and got a brief detailed about their children's performance from the teachers. But I'm not satisfied with my son's behavior. And I think the school is not giving any attention to the psychological side of the children. Well, let's not discuss this now, not waste the precious time of the parents. We can talk about this individually. That was just a brief introduction for everyone. And we can continue in our mother tongue now. طبعاً أنا مش عايزة أعطلكوا، حابة أقول لكم إن دي فرصة كويسة جداً إن الأطفال يودعوا بعض ويودعوا التيتشرز بتاعتهم. وكنت حابة قبل ما أنهي الكلام أبلغكم إن من السنة الجاية إن شاء الله هيبقى في زيادة في المصاريف تقريباً 15%. إيه الاستهبال ده؟ زيادة تاني؟ على فكرة بقى، الزيادة دي غير قانونية، وإحنا ممكن نصعد الموضوع للوزارة، والموضوع مش موضوع فلوس، المسألة مسألة مبدأ. أنا زيها بالظبط. طيب على العموم انا كده خلصت كلامي. انا مبسوطه جدا ان انا شفتكم كلكم النهارده، وان شاء الله اشوفكم على خير السنه اللي جايه. ولو اي حد عنده اعتراض على اي حاجه ممكن يشرفني في مكتبي. اشوفكم على خير كلكم. مسخره اللي احنا بقينا فيها دي والله العظيم حاجه غير طبيعيه. على فكره انا موافق حضرتك جدا في كل اللي انت قلتيه، انت معاك حق فعلا. ولما حضرتي معاها حق ورأيك من رأيي، ما بتقولش رأيك ليه؟ ولا حضرتك بتكسف؟ اتفضل. ايه ده؟ اكيد هحتاجك قريب ان شاء الله. تحت امرك. ميرسي قوي. اتفضل اتفضل. ميرسي. لو سمحتي انا عايزه اتكلم معاكي. ايه ده؟ ايه ده؟ طيب ممكن بسرعة حضرتك عشان ما عنديش وقت؟ ايه هو اللي بسرعة دي؟ لا على فكرة أنا بدفع مصاريف ومن حقي آخد وقتي في إن أنا أتكلم عن مشكلتي. وبدون أي مقدمات وتفضلي اتكلمي على مشكلتك. إيه ده؟ إيه ده؟ إنتي؟ من فضلك أنا عايز أعرف المصاريف زادت ليه؟ إيه هو اللي عايز أعرف المصاريف زادت ليه؟ إيه هو ده؟ واقفة شفاف أنا قدامك هنا ولا إيه؟ أنا داخلة قبلك على فكرة ومن حقي أخلص كلامي. من فضلك اطلعي بره. أطلع بره فين؟ أنا هستنى هنا. خلصي خلصي. لو سمحتي عايزة أعرف دور المدرسة بالظبط إيه في تربية الأولاد؟ لا دور المدرسة موجود بس دور البيت أهم. والبيت شايف دوره كويس جدا، فبدل ما المدرسة تكمل على ده للأسف بتهده. الكلام ده مش صحيح. لا صحيح، سب عدواني جدا، بقى بيقول ألفاظ غريبة جدا عمري ما سمعتها قبل كده. وأنا بقول لحضرتك إن الكلام ده أكيد يا من النادي يا من البيت، مش من هنا. شوفي بقى سيف اتعلم الكلام ده فين. على فكرة بقى أنتوا مدرسة فاشلة. ملفه موجود، ممكن حضرتك تاخديه وتقدمي له على أي مدرسة تانية لو حب. هو حضرتك بتهدديني؟ على فكرة بقى، أنا ممكن عادي جدا وبمنتهى السهولة أفتح له مدرسة بنفسي. أنا بقى عايزة ملف سيف. بالنسبة للمصاريف اللي زادت حضرتك، لا أنا هبقى مع حضرتك بس ثانية. يا مروة! مروة! هاتيلي الملف بتاع سيف المرشدي حالا. دلوقتي. كده حضرتك ممكن تفتحي له المدرسه اللي انت عايزاها. هو حضرتك هتجيبي لي الملف دلوقتي؟ دلوقتي. وانا مستنيه الملف. خير، حضرتك كنت عايزه تسالي حاجه. لا مش فاكره، يعني ما بقاش في ذهني حاجه مهمه. اوكي.